السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده بالصحه والراحات. وحشتكم بزاف بزاف بزاف. بغيت نقول لكم حلقتنا اليوم غادي تكون زوينه ان شاء الله بكم. قبل اي حاجه، عندي النهارده حلقه حلوه جدا، وعايزه اقول لكم انكم وحشتوني جدا، وعايزه اقول لكم كمان ان حلقتنا هتبقى حلوه قوي قوي قوي. عندنا رز بالباذنجان والكوسه، اللي هو بدنجال والفلفله والقريعه مشويين. عندنا ايضا كيكه رائعه جدا، كيكه اقتصاديه وجميله قوي، وعندنا شعريه محمره بالكبده. اول حاجه عندي المقادير ديالها، او عندي مقادير الرز بالكوسه والفلفل وكمان بالباذنجان. حاجه حلوه جدا ووصفه من الوصفات الرائعه. هنحتاج فيها عندي رز، اول حاجه الحبه المصري او الحبه المهرسه، معاه سكر ومعاه شويه ماده دهنيه، زيت او سمنه او زبده على حسب انا عايزه استعمل ايه. رز وسكر يزوز. السكر مش بنحس بطعمه قد ما بناخد منه لون الحباية البني. عندي كمان تتبيلة للحمة، ملح، فلفل اسود، بصل مفروم، زبدة او سمنة او زيت عادي او زيت زيتون على حسب استخدامنا. عندنا بهارات مشكلة، مكعبات مرقة، مكعب اتنين براحتي خالص، نص مكعب، انا مش استعمل، مش عايزة استعمله ما استعملوش، ممكن اخد انا تنتوفة بسيطة منه، مش اخد المكعبات كلها، ولحمة مفرومة. نيجي بقى للخضار، بقطعها بالطول المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، سواء كان باذنجان او كوسه او فلفل. كوسه اللي هي القرعه الخضراء، باذنجان اللي هو الباذنجان، والفلفل هو الفلفله، احنا كنقولوا الفلفله. عندي فلفل اخضر واحمر مشوي ومتقطع كده، ونفس الموضوع في الباذنجان وكمان الكوسه. عاملاهم بالطول وشوياهم شويه بسيطه من غير اي تتبيله. عندي بقى للتقديم ايه؟ للتقديم عندي ساور كريم، عندنا طماطم مفرومة، وشوية زعتر فريش. هستنى تليفوناتكم وهستناكم برضو على اللايف عشان ندردش مع بعض شوية، نتكلم مع بعض، يعني تقولوا لي الوصفات اللي انتوا عايزينها. هبقى مستنياكم ان شاء الله. اول حاجة عندي، خليني اخد شوية سمنة الصراحة، يعني ابتدي بالسمنة. سمنة بتبقى جميلة جدا وبتبقى حلوة في الطعم ده. سمنة في المغرب، السمنة دي سمنة حلوة قوي، ممكن تستبدليها بشوية زبدة عادية جدا لو عايزة تعملي نفس الطعم ده. هنا حطيت السمنة بتاعتي، حلو، وهنا هاخد برضو سمنة اهي، وازود شوية هنا، اقسمها على الكميتين الاثنين او على الناحيتين. الخضار انا ما شويتهمش، او اختصرت اني اشويهم بدري عشان اكون مخلصة الوصفة قدام حضراتكم وتبقوا شايفينها بشكل حلو قوي. باجي للحلة بتاعتي اللي هعمل فيها الرز، ومية مغلية طبعا عشان الرز، بنزل فيها السكر كأني بعمل كراميل، تمام. هقلب تقليبة بسيطة واسيبه يغلي معايا غلوة حلوة ويبتدي يغمق معايا. بعد كده باخد الرز. الرز ببقى غسلاه كويس جدا، نقعاه في المية مدة 20 دقيقة، مية تكون فترة. وبعد كده أعمل إيه؟ بعد كده أقوم مصفيه حلو جدا ومخلياه ينشف بقى، فوطة أو مناديل أو مصفى كده، وأسيبه يتصفى تماما وينشف معايا تماما. أسيبه نص ساعة هتلاقيه نشف معاكي وبقى حلو جدا. هنا عندي السمنة بتاعتي سخنت أو بتسخن معايا، خلاص أهي بتسيح، نفضل نقلب فيها. هنعمل وصفة جميلة قوي 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 بالرز، يعني هتعجبكم جدا إن شاء الله وهتبقوا مبسوطين بيها. هبتدي هنا أنزل بالبصل اللي عندي، البصل اللي أنا فرماه أهو، وابتدي أقلب فيه. ممكن تشيلي السمنه لو انت حسيتي ان الموضوع هيبقى معاكي تقيل، وتحطي لي اي حاجه انت عايزاها، سمنه زي ما قلت، زيت، زيت زيتون. برضو هرجع اكد عليكي ان الموضوع ده بتاعنا احنا. البصل بيتشوح معايا، مش هستناه لغايه ما يتحمر معايا، لا، هو بونس ان انا حطيته احس بيه ابتدى يدبل معايا وبيغلي معايا بالشكل ده، بنزل باللحمه المفرومه بتاعتي. الملح ما بحطوش على اللحمة دلوقتي عشان ما ينشفليش اللحمة، بستناها شوية لحد ما يبتدي لونها يغير. يدوب بحط عليها البهارات، مشكلة اي بهارات عندك واقدر اكتفي بيها بالشكل ده، وبحط شوية من المكعب بسيط خالص، ما بحطوش كله اهو، شايفين، باخد شوية بس واقوم نازلة بيه بالشكل ده.
بس كده. واحنا المكعبات عملناها بيتي قبل كده كتير جدا، وعملنا مكعبات وانتوا شايفين قد ايه المكعبات دي نجحت معاكم وانبسطتوا بيها، فهي اللي اتمنى انكم تعملوها. وحطيت هنا الفلفل الاسود، هخليها تقليبه وخلاص كده، بس كده، واخليها بقى تتشوح. اجي بقى بنفس السباتولا مش لازم، وابتدي اقلب السكر بتاعي. بصوا لونه بقى ايه، لونه بقى غامق معايا، وده اللي مطلوب مني او ده اللي انا عايزة. عايز السكر باللون اللي حضراتكم شايفينه ده، اهو مش عارفة اشيله. المهم سكر بقى لونه غامق معايا، اتمنى لو عرفنا نوريه لهم. سنحاول ارفع لكم الطاسة. طيب بالشكل ده هبتدي انزل بالرز في المرحلة دي. خدوا بالكم، هرجع أأكد عليكم إن احنا مش بنحس بالسكر خالص، احنا بناخد اللون لإيه؟ للرز. بصوا بيلون معايا على طول، السكر ما نحسش بيه نهائيا. بنحط عليه ملح، فلفل أسود على الرزاية بتاعتنا وخلاص. نقلبها، بيخليه يكتسب لون ذهبي حلو قوي 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 قوي. نفس فكرة الشعرية اللي بنعملها، الشعرية بالمكسرات بنحط معاها شوية سكر، بتديني كرمله ليها حلوه جدا وجميله جدا، وبتبقى الرزايه كده عارفين اللي هو فيها عصاره صراحه حلوه قوي. شفتوا الرز لونه بيغير على طول، يعني ما بياخدش معايا وقت، بيبتدي اللون بتاعي يغير بتاع الرزايه، يعني ما بقعدش اغلب فيها، بيبقى معايا. كمان في الصياديه او سمك، رز السمك بيبقى معانا الرز حلو جدا اهو. صراحة حاجة من الحاجات الحلوة قوي. اجي هنا للحمة بتاعتي وابتدي اقلبها برضو، بجهز كل المكونات، والمية عندي مغلية. هبتدي اوزع اللحمة بالطريقة دي او افرشها بالطريقة دي عشان تاخد معايا سوى قليل، ما تاخدش معايا وقت خالص. بسيبها دقيقة او دقيقتين واقوم اقلبها على طول، وابتدي الفها، بلاقي لونها اتغير على طول. لقيت اللون لسه فيه الاحمر ده، برجع تاني افرد الاحمر، يعني اللحمة بتاعتي لسه ما استوتش، ببتدي افردها تاني مرة كمان اهو. وخليني اخد الحاجات اللي هنا كلها انزل بيها. سارة سلام عليكم. سارة كلمينا تاني يا سارة. تعالوا شوفوا الرزاية بتاعتي خلاص كده خدت اللون اللي انا عايزاه. بصوا الرز لونه عامل ازاي، زي الكراميل، حاجة حلوة جدا، حاجة مشهية ومغرية قوي. بنزل بيها واحط عليه شوية من الفلفل الاسود اهو، وشوية من الملح حسب الرغبة. هاخد مكعب مرقة هعمله كده. لارا سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا روحي؟ الحمد لله. ازيك يا زوزو عاملة ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، انت عاملة ايه؟ لو سمحتي يا زوزو عايزة اعمل طريقة البيتزا، اعرف طريقة البيتزا. عينيا، دلوقتي حالا انزلك احلى بيتزا. اوكي يا حبيبي. حبيبي ببوسك بوسة كبيرة. هنا عندي، نزلوا لي البيتزا. هنا عندي حطيت ملح، فلفل اسود، وحطيت مكعب مرقه. هنزل بقى بالميه بتاعتي. بصوا منظره، الله الله الله. كده حطينا الميه بتاعتنا، بخليها تغلي غلوه حلوه قوي. طبعا ناخد بالنا واحنا بننزل ميه، لان السكر ممكن وهو بيطير لسه بيلسع معانا وحش جدا. بخليها تغلي بالشكل ده، بوطي عليها النار، ما بعملش فيه اي حاجه في الحياه غير اني باخد الحله بتاعتي وبقفل عليها، بسيبها تاخد وقتها. واجي للحمه بتاعتي، اوطي عليها النار شمعه، اللحمه بتستوي معايا على طول بالطريقه دي اهو. شايفين تقليبه بسيطه اتعصجت معايا. بنزل بالملح بتاعي خلاص، عشان لو حطيت الملح عامة في اللحمة واحنا بنسلقها واحنا بنسويها من اول مرة بتأخر معايا السوا.
خصوصا اللحمه اللي بتتسلق دي قاعده لازم تبقوا عارفينها. لما نيجي نسلق اللحمه نحط كل التوابل بتاعتنا، بس ما نحطش الملح، نخليه في اخر نص ساعه عشان اللحمه بتاعتنا تفضل طريه، ويعني السوى بتاعها ياخد وقته، ما تاخرليش السوى وتخلي اللحمه عامله كده. البيتزا موجوده على الهواء، العجينه ربع معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من السكر، كوبايه ميه، 250 جرام من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره من زيت الزيتون، وكوبايه سميد ناعم ده للفرد. واعملي الحشوه اللي انت عايزاها، صلصه طماطم، جبن مشكله، فراخ مشويه، لحمه مفرومه متعصجه عندك مع شويه فلفل، زيتون، مشروم، اللي انت عايزاه. اللحمه بتاعتي والصلصه بتاعتها اهي موجوده، ازاي الصلصه وازاي الحشوه تعمليها كلها. والصلصه دي ممكن تعملوها وتخزنوها معاكم كمان، يعني مش بس كده. هنا عملت الرز بتاعي، بعد ما بيستوي الرز بتاعي بيبقى بالمنظر او الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، حلو. بيبقى عندي بالطريقة دي، حاجة حلوة جدا، وحاجة الصراحة من الحاجات الجميلة قوي 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 قوي. بعمل ايه؟ باخد الرز بتاعي وبنزل بيه، بيبقى مفلفل معانا وحلو جدا، شايفين مفلفل وحلو مش معجن خالص اهو، شايفينه؟ ما بيحتاجش اصلا انك تقعدي تفرقي فيه نهائيا، بياخد لون حلو قوي. بخلط كل المكونات مع بعضها وابتدي اعمل ايه؟ هبتدي ارص فيه رصه حلوه قوي قوي قوي، تمام؟ بس نخلط المكونات الاول اهو، بيبقى جوسي، بخلطه مع اللحمه، مش بسوي معاها اللحمه خالص، بعمله بالطريقه دي. الرزايه مستويه حلو جدا، لونها رائع صراحة، بيبقى حاجة من الحاجات الحلوة قوي. ونعمله بالشكل ده، شوفوا أساسا هو مغري، ممكن تاكليه بالشكل ده، يعني حاجة براحتك على الآخر. والرزاية حاجة حلوة، يعني حاجة جميلة هتنبسط بيها. هاخد أنا أي قالب عندي، شوفي أي قالب وأي شكل من الأشكال، هتحطي لي فيه نقطة زيت بالشكل ده، وفرشة وندهنه حلو جدا كده. دهنته كده، هجيب كياس بلاستيك غذائية او ستريتش او اللي متوفر عندك، اللي موجود يعني هتشتغلي بيه. اهم حاجة الحاجة تكون متعقمة حلو جدا. ناخد مقص، واعملها ايوه، هعملها كده، خلاص هعملها بالطريقة دي. ليه؟ عشان لما اجي اطلع الحاجة اطلعها بشكل حلو جدا، وهبتدي افرشها بالطريقة دي. هعملها كده عشان تبقى ظاهرة، قطعة قطعة، قطعة بتنجان، قطعة كوسة، وقطعة من الفلفل الاخضر، وقطعة من الفلفل الاحمر. خليني اعملها، ايوه، نتأكد اننا نضفنا الفلفل بتاعنا حلو قوي. وابتدي اعمل كده، ونعمل كوسة، واهم حاجة نقفل الفراغات بتاعتنا، وده من اهم الحاجات عندي. هبتدي اقفلها بالشكل ده كلها، هكمل هلفها او هلف الطبق بتاعي كله، وهطلع فاصل وهرجع على طول، مش هعمل اي حاجة غير لما ترجعوا لي بخير. خليكم معانا. رجعت لكم من الفاصل. طبعا شفتوا المنظر الجميل اللي احنا عاملينه بالطريقة وبالشكل ده، حاجة من الحاجات الرائعة قوي والجميلة جدا. هبتدي اعمل فيه، بصوا منظره، حاجات الدوائر والحاجات الحركات دي الحلوة. هبتدي دلوقتي اعمل ايه؟ هبتدي اخد الحشوة بتاعتي وانزل بيها، الحشوة اللي هي عبارة عن رز وكمان لحمة مفرومة. الرز عشان يكتسب اللون ده حطيناه مع شوية سمنة أو شوية زيت وشوية سكر. السكر مش بنحس بيه لأن احنا ما بنعملش سكر كتير، أهم حاجة التقيد بالمقادير عشان يبقى معاكم الموضوع حلو. ببتدي أقدمه بالشكل ده،
طريقه حلوه شويه اهو. خليني اقربها، ايوه كده بالشكل ده، ونبتدي نغرف فيها واوزع حلو قوي. واهم حاجه القالب اللي انا هعمله اغلفه عشان اتاكد ان القالب هيطلع معايا زي ما انا عاملاه بالظبط. هبتدي احشي، ممكن ما تقدموش كده وتقدميه في قالب عادي، بس يعني شكلي خلي الموضوع في ترابيزتك كده او سفرتك يبقى مغري. يعني يبقى مغري ايه؟ يعني اشكال حلوه جدا، ومش بس كده لا، ده شكل وطعم، يعني شكلا ومضمونا، يعني تاخدي القاعده كلها في الطبق يبقى شكله حلو جدا كبرزنتيشن، وفي نفس الوقت تقومي حاطه طعم حلو قوي، يعني اللي ياكله ما يفهمش ايه ده. طيب السكر ممكن يقلقك؟ لا ما تقلقيش منه، لانك مش هتحسي بطعامه السكر، مش هتحسي بالحلاوه بتاعه السكر. السكر دي تركايه، ما تدعى بالتركايه دي او التكايه او اللي هي الحركات اللي احنا بنعملها عشان ناخد الالوان الحلوه دي قوي، بس في نفس الوقت لا تغير طعما ولا مضمونا نهائيا. هعملها كده. بعد ما بعملها بالشكل ده اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ببتدي بقى اخد هنا وابتدي اضغط حبه الرز بتاعتي. ما مش هملى الطبق للاخر خالص، لا بعملها كده. ساره سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا قمر؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله، اسمع صوتك لازم ابقى حلو. انت قولي لنا اخبار الاسماعيليه ايه؟ انا كنت عايزه اعرف طاجن الباميه باللحمه دي. عينيا الاثنين، عينيا الاثنين، عينيا الاثنين، وسلمي لنا على اهل الاسماعيليه كلهم. هنا بقى عندي اختيار، هل اغطيها بالخضار تاني ولا لا؟ انا هنا هكتفي بدول وهعمل كده بسيط خالص للخضار بتاعتي اللي هي موجوده هنا، حاجه بسيطه. حلو؟ طريقه بسيطه خالص اهو، بلمها بس وارجع اشيل الكيس لبره، ضروري جدا عشان اعرف اقلبها وتطلع معايا حلوه. هاخد الطبق اللي انا هقدم فيه وهقلبها بالشكل ده. يعني بناخدها ونقوم قلبنا قبل ما نحرك، بنوسطن حاجتنا زي ما هي، واشيل هنا بقى السهوله في الشيله بالمنظر اللي حضرتك شايفاه ده. بتعملي منظر حلو جدا، شكل يبقى حاجه جميله قوي 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 قوي. بعمل فيها ايه هنا بقى؟ خليني اشيل لكم الفلفل ده كمان، لان فعلا الطبق ده من الحاجات الحلوه قوي، الوانه وتشكيلته وشكله حاجه يعني بصراحة تبسط. بيتقدم معاه ساور كريم بالشكل ده. الساور كريم ده بيديكي كده وانتي بتاكلي بالمعلقة بتاعتك، بتاخدي حتة كده من الساور كريم، بيبقى الموضوع معانا حلو قوي قوي قوي، بمعنى حلو قوي. طب ساور كريم يا زوزو مع الكوسة جربيه وافتكريني، يعني حاجة من الحاجات الحلوة جدا. ايدينا نظيفة وحلوة، باخد شوية طماطم اقوم نازلة بيها كده واشيل الحاجات اللي هنا، واعمل طبق كتزيين بس كده جنبها شوية بسيط، ممكن عندي خضرة، عندي ورق خاص افرش عليه الحاجة، بس هي بصراحة هي عايزة تتقدم لوحدها كده في الطبق زي ما حضرتك شايفة، بيبقى معاكي حلو قوي وجميل جدا وتاست الصراحة ما حصلش. شوية من الزعتر، أو ممكن تعملي إيه؟ تعملي التوم اللي هو التوم القصبي، بيبقى حلو قوي، واعملها بالشكل ده، يبقى حاجة بسيطة خالص، يعني رشة بسيطة بتديكي شكل حلو قوي لطبقك، يعني حاجة من الحاجات اللي هتشرفك في العزايم قدام حبايبك. بصي منظر الطبق اساسا. يلا بينا ناخد طبقنا ونقدمه بالشكل ده. فعلا اهلا وسهلا. عندي دلوقتي وصفه بقى كمان حلوه وكمان تجنن وكمان هتعجبكم، وصفه من الوصفات اللي حلوه قوي. انتوا عارفين مبدئيا ان الوصفات اللي احنا بنعملها دلوقتي كلها من طلباتكم او بناء على رغباتكم، فاحنا واخدين كل الوصفات الشهر ده، هتلاقوا كل الوصفات اللي انتوا بتطلبوها هتلاقوها موجوده وبتتعرض معاكم بطريقه حلوه قوي وبالشكل اللي انتوا عايزينه وبالاختراعات اللي انتوا عايزينها وبالخلطات اللي انتوا عايزينها، بس بطريقه زوزو.
عندي شعرية محمرة بالكبدة، كبدة الفراخ، ومن لا يهوى كبدة الفراخ. يلا بينا للمقادير. أول حاجة عندي للشعرية هحتاج عندي ربع كيلو كبدة من الدجاج، بصلة مفرومة ناعم، 2 قرن فلفل حار دواير، 2.5 معلقة صغيرة من الثوم المبشور، عندي ملح، فلفل أسود، كمون، جنزبيل، كركم، زيت، ورق لورا مطحون ناعم، عصير ليمونة، وكيلو شعرية مصري أو الشعرية البلدي، الشعرية البلدية. عندنا هنا زيت للتحمير طبعا للشعرية أو سمنة أو زبدة، معلقة كبيرة من القرفان، معلقة كبيرة من العسل الأسود، وعندي مية مغلية، ملح، بهارات مشكلة، وزبيب. دي التتبيلة بتاعتي. هدى يا هدى، سلام عليكم. ألو. أهلا يا هدهد. ألو. ألو هدى، ازيك؟ هدى يا هدى. لا دخلها. طيب كلمينا تاني يا هدى، وبعد كده اسمعونا من التليفون عشان اعرف اتواصل معاكم. بليز. عندي نعلي النار هنا، نعمل كده ونحط في الطاسة وفي الحلة شوية زيت، مش كتير، شوية بسيط. اول حاجة هبتدي بيها الكبدة بتاعتي، هنزل بالبصل، اوكي، معاه الثوم. شوفوا هنا مش بنحمر خالص خالص خالص. هنزل بالفلفل، وهنزل بالكبدة بتاعت الفراخ بتاعتي، وهبتدي انزل كمان بالتتبيلة، يعني بتبل كل حاجة. عصير الليمون، جنزبيل، ورق لورا ما نكترش منه عشان ما يمررش، بهارات بتاعتي، وكركم مش كتير برضو لان انا عايزة طعمه وافادته مش عايزة لونه. عندي هنا كمون، الملح والفلفل الاسود، بس هنحط قلبنا الدنيا. حطينا فلفل اسود وهحط الملح بالشكل ده، وهقلب تقليبة حلوة. اهلا يا مامتي الغاليه. اهلا اهلا مامتي الغاليه اللي بموت فيها وبحبها. ازيك يا روحي، عامله ايه؟ ازيك يا روحي، وحشتيني 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 اكتر يا روح قلبي. كتير. وعلى اولادك يا رب. وعليك يا روح قلبي، وحشتيني جدا. انت وحشاني موت. اخبارك ايه وصحتك عامله ايه؟ طمنيني. ايه بقى اللوحه الفنيه اللي انت مطلعاها دي يا يعني حبيبه قلبي؟ يعني تفضلي. مش دي مقلوبه مدلعه على يعني مدلعين دلعين الدنيا النهارده شويه. تسلم ايدك يا حبيبتي. حبيبه قلبي يا ربي يبارك لي فيكي. انت تاخدي الجايزه الاولى في الديكوريشن يا زوزو. يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا، ده عيونك الحلوين عشان كده بيشوفوا كل حاجه حلوه. ربنا يبارك لي فيكي يا رب. طبق جميل ما شاء الله ما شاء الله، حلو قوي قوي. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي. تسلم ايدك يا روحي. تسلميني، ما نحرمش منك يا امي. ربنا يبارك لي فيكي وفي صحتك، ببوسك بوسه كبيره جدا وبحبك جدا 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 جدا. حطيت الكبدة بتاعتي وبشوحها بالتتبيلة بتاعتها، وبسيبها تاخد وقتها شوية على نار متوسطة، لا هطفي عليها نار ولا هعمل عليها اي حاجة. اجي بقى للشعرية. الشعرية هنا، طب زوزو انت شعرية محمرة وقلتي الشعرية بتاخد اللون بال، تعالوا اوريكم اللون هتاخده بايه. عندي هنا شوية زيت وعندي شعرية، ممكن احط الشعرية تتحمر كده هتاخد اللون عادي جدا وهتتحمر وهتاخد وقتها، وممكن اعملها كده بالعسل الاسود وهتاخد لي اللون احلى واحلى واحلى، وبرده مش هحس بالعسل الاسود، هيديني فيها نكهه، نكهه حلوه جدا. واقلب تقليبه اتاكد ان كل حاجه اتغلفت اهو، اتاكد اني غلفتها كلها. وهي بتتحمر معايا بنزل، خلينا نغطي دي كده، واعمل انا بالطريقه دي اقلبها كلها، اخليها لحد ما كلها تشرب العسل وتشرب كمان الماده الدهنيه بتاعتي. طيب هتشربها ازاي؟ وانس ان العسل بيوصل هنا بيسيح فبيتوزع وانا بقلب فيها. طيب ما انت ممكن تحطيه مع الزيت؟ لا،
ما تحطوليش مع الزيت عشان ما يتحرقش مني العسل بتاعي، ان العسل في ثانيه بيسخن وبيسيح على طول، غير السكر، السكر بياخد له شويه عقبال ما يكرمل معانا. هنا انا هفضل اقلبها بالطريقه دي اهو، شايفين؟ بصوا نفضل نقلبها لحد ما تاخد اللون. هي ابتدت اساسا، بصوا منظر اللون، ابتدت تاخد اللون الذهبي معايا، شايفين؟ ابتدى اللون بتاعها يتوزع عليها كلها، وده احلى حاجه. هعمل ايه؟ هنا الكبده بتاعتي بتتشوح، وشعريه بتاعتي كمان بتتشوح، فاضل لي تتبيله بسيطه خالص، وهي الزبيب والقرفه والتوابل المشكله او البهارات المشكله، ونشقلب كله على بعضه ونعمل الميه بتاعتنا، والشعريه بتاعتنا بقت تمام. هنطلع فاصل، هنرجع على طول، تابعونا ما تروحوش اي حته. رجعنا لكم من الفاصل، تعالوا شوفوا معايا، حمرنا الكبده، حطينا شويه زيت وحطينا معاها شويه من العسل الاسود. حطيت الكبده بتاعتي وحطيت معاها الملح، فلفل اسود، كركم، جنزبيل، حطينا معاها البهارات المشكله، حطينا معاها كمان ورق لورا المطحون، حطينا البصل، الفلفل والثوم، بيبقى الموضوع، وطبعا الملح والفلفل الاسود دي حاجه معروفه. هبتدي انزل بالكبده بتاعتي عشان تاخد الطعم. بالشعرية على الكبدة، ما هو الموضوع يجوع هنا فبيلخبط، عارف؟ ايوه ايوه صح، صحني كده. طيب عملنا كده، هبتدي اقلب تقليبة حلوة عشان بقى كله ياخد الطعم من بعضه. المية عندي بتغلي حلوة قوي، جاهزة معايا، وكل اللي هنحتاجه ندخل الطعم بتاع الكبدة مع الشعرية، وانزل بباقي البهارات اللي هي بهارات مشكلة شوية، وعندي قرفة، ودي ضرورية قوي 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 عشان يبقى معايا الطعم حلو. هنا بقى ممكن ادخل مكسرات، احط بقى في المرحلة دي زبيب، احط اللي انا عايزاه يستوي معايا براحتي على الاخر. هعمل كده، هساوي الشعرية بتاعتي، مش هضغطها خالص، بسويها مش بضغطها، هرجع اقول بسويها مش بضغطها، وهنزل بالمية بتاعتي بالشكل ده اهو، بالطريقه دي بخليها تغلي معايا، وابتدي اعمل لها ايه؟ هعمل كده بس، اتاكد ان الميه وصلت لتحت، شعريه مش بتحتاج ميه زي الرز، تبقى كده على الوش بس كده، واخليها. ضيفي مكسرات، ضيفي اللي انت عايزه تضيفيه، ضيفي براحتك على الاخر. اقفل الحله بتاعتي واسيبها خالص لحد ما تبقى معايا تمام. عندي كيكه حلوه قوي، كيكه رائعه جدا، كيكه ناجحه وطعمها جميل قوي 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 قوي. ايوه هي الكيكه دي، شايفينها؟ هنعمل فيها حاجات كتير حلوه ولطيفه وبسيطه، وهتبقى معانا مش هتكلفنا كتير، وهتبقى معايا كيكتي بريمو. يلا نسجل المقادير بتاعتنا. عندي 185 جرام من السكر، 185 ملي من الزيت، 3 بيضات، معلقة صغيرة من الخل، نص كوباية من الكاكاو، كمان عندنا 250 ملي من اللبن، رشة ملح، 2 كيس بيكنج باودر، و 2 كيس من الفانيليا، يعني 14 جرام، مش 2 كيس بتوع 14، لا هو الفانيليا 2 كيس، والبيكنج باودر نفس الموضوع 14 جرام. دقيق حسب الخليط، انا هوريكم القوام اللي انا عايزاه. للتزيين عندي سبرينجل، شوكولاته دهن، صوص شوكولاته، صوص كراميل، اللي انت عايزاه، عيشي الحياه براحتك على الاخر زي ما تحبي، يعني اعملي ما يبدو لك وما يشتهي النفس او ما تشتهي النفس عندك. كل اللي هحتاجه مضرب وبولة تكون كبيرة معايا، وهشتغل بيها على هذا الأساس، يعني مش هحتاج أساسا أنه مضرب كهربائي أو براحتك، ممكن تعملها بمضرب، بس هي بإيديكي هتبقى معاكي حلوة جدا وجميلة جدا. هنا عندي أول حاجة البيض، بنزل بيه وببتدي أخفق، تمام؟
هبتدي اضرب في البيض بالشكل ده. وانا بخفق هنزل بالسكر والفانيليا والملح وابتدي اضرب. شايفين؟ قالب بليز. ايوه عايزه قالب. وعايزين هنا الخل بتاعنا والزيت. هتقولي القالب بتاعي. طيب عملت كده وقلبت المكونات بتاعتي وهضرب هضرب هضرب ضربه حلوه كده، اتاكد ان كله بقى معايا حلو وان كله قوامه بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهو شايفين القوام ازاي فومي وحلو قوي وتقيل جدا. هكمل ضرب فيه بالطريقه دي، مش هسيبه خالص، هفضل اعمل كده بايديا الاول قبل ما اعمل الحليب وقبل ما احط الدقيق بتاعي. يبتدي يتعمل بس بالشكل ده، شايفين اهو قوامي حلو جدا. هخفق هتاكد لحد ما ابتديش اسمع الصوت بتاع السكر. من الحاجات المهمه اني ما اسمعش صوت السكر بتاعي، لازم اعملها كده. شايفين الخروشه دي؟ ما اسمعهاش. اول ما ابتديش اسمعها خلاص اهو، شايفين بالشكل ده، شايفين منظر القوام؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه بالشكل ده. بعد ما بعملها بالطريقة دي هعمل ايه؟ هاخد الحليب. هاخد الحليب بتاعي وانا بقلب المكونات بتاعتي، واقلب بسرعة شوية، يعني اتحكم في ايدي اقلبها بسرعة، وابتدي بقى انزل بالدقيق شوية وبقلب وشوية وارجع اقلب دقيق حسب الخليط بتاعنا عندنا قد ايه. الخليط ما بيبقاش متماسك، بيبقى معقول. منى يا منمن، سلام عليكم. يا زوزو يا جميلة. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ حبيبتي انا معلش عندي سؤال واحد. عينيا. لو انا بعمل مخبوزات مثلا بس أوكي. بدل الدقيق العادي احط الدقيق اللي هو الفري جلوتين، اوكي، هل بتبقى نفس المقدار ولا لازم ازود؟ لا بتبقى نفس المقدار، بس لو احتاجنا المكيال يزيد بيزيد بالمعلقه بالمعلقه عشان ما يفرقش معك، يعني ابتدي ازود بالمعلقه الكبيره اللي هي بتاعه الطعام، معلقه اشوف قوام زبط معايا اقف اعمل ستوب ما زودش، بس هو بيعتبر نفس المقدار تماما يعني بتشتغل. لكن في ضرب العجينه نفسها بضرب العجينه اكتر؟ لا ما بتضربيش العجينه اكتر. هو بصي، هو الاهم في الموضوع كله ان تبقى مقاديرك مظبوطه وتتقيدي بالمقادير بالظبط لا اقل ولا اكتر. هتضربيها نفس الكميه ونفس الوقت هيبقى معاكي اي نوع من انواع المخبوزات هتبقى معاكي برضو حلوه قوي. حبيبتي ربنا يحميكي ويخليكي لينا دايما. ويخليكوا ليا يا ربي حبيبه قلبي، ما نحرمش منك يا رب. ميرسي حبيبه قلبي. ميرسي يا روح قلبي، ببوسك بوسه كبيره. وانا كمان اوكي يا حبيبتي. باي باي. عندي القوام بتاع الكيكة، شايفين ده اللي أنا عايزة، قوام كيكة عادي جدا. أنا كده أعتبر استخدمت، أيوة بالظبط اهي، استخدمت كوبايتين فقط لا أقل ولا أكتر، يعني هم كوبايتين وبقوا معايا حلوين قوي قوي قوي. هعمل إيه؟ هاجي هنا للصينية بتاعتي وهنزل بالخليط اللي أنا عاملاه، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. بعد ال 180 هستنى 30 دقيقة الرف يكون محطوط في النص، يكون مستوي في السطح بتاعه، يكون مستوي وخلاص على كده. نحطهم في الفرن أو نحطها في الفرن ونطلع فاصل ونرجع على طول، خليكم معايا. جينا لكم من الفاصل. طبعا زي ما انتم شايفين انا عماله العب في الكيكه زي ما انا عايزه، عماله اعمل فيها حفره. ممكن تعملوها جاهزه كده انتم، بس انا ايه
الحاجات اللي فاضلة دي شلت أول حاجة هنا الطرف اللي فوق ده اللي هو عامل معايا بومبي بالشكل ده، قطعته، ده مش هرميه طبعا، ده هعمله بوبس كيك، هعجنه مع شوية كريمة مع شوية شوكولاتة كريمي وأكوره وأغطسه بشوكولاتة وأعمله ستيكس وخلاص بقى معايا بوب كورن. بوب كورن الكلام النهاردة بيروح ضايع، عارفين اللي هو كده بقى معايا ايه؟ بوبس كيك، بوبس كيك من بوب، من بوب كورن وخلاص، عارف اني نفسي في بوب كورن دلوقتي. عندي عملتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، معلش ما تاخدونيش النهارده كده. هحط هنا المربى بتاعتي، اي مربى تقدري تعملي اي صوص عندك براحتك خالص، ممكن كريمه لو معاكي براحتك خالص اهو. هعملها كده بطريقة بسيطة جدا، هزين كيكة بشكل بسيط خالص، يعني شوفي الشكل هيبقى معانا هنا هادي بسيط جميل، ما فيهوش الموضوع مش هيبقى كتير علينا. يعني هبتدي اخد هنا الشوكليت واعملها بالطريقة دي. كيكة بسيطة جدا وحلوة قوي قوي قوي، طعمها كفاية الشوكولاتة اللي انا حطاها، يعني ممكن تعملوها بالشكل اللي انتوا عايزينه اهو. طبعا خليت لكم انا واحدة سادة، كيكة سادة خالص بالشكل اللي هناك عندنا قدام، وبنعمل دي كمان بزينها لكم بشكل يبقى شوية مختلف، ما بعملش الجناب بتاعتها نهائيا، نعملها كده واقوم جايبه معلقه بس كده شويه من السبرينجلز تبقى الكيكه بتاعتي خلاص اساسا خلصت. ممكن تغلي فيها بالمربى وتغطسي فيها السبرينجلز براحتك خالص، يعني زي ما تحبي، ممكن تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه، شويه كاكاو يعني برضو هيبقى حلو، ممكن تحطي عليها اللي انت عايزاه، هتبقى معاكي جميله جدا وحلوه قوي. هربطها بالطريقه دي وتبقى حلقتي خلصت معاكم. زي ما انتم شايفين عملنا فيها، يعني عملنا وصفات حلوة كتيرة قوي، عملنا الرز بالكوسة والباذنجان، عملنا الكبدة الجميلة جدا والشعرية المحمرة طبعا، عملنا كمان، استنوا امسك امسك الأستاذة دي عشان نعرف نربطها، لا خليني اقعد اعملها من اول. طيب دي كانت حلقتي، بحبكم قوي، اشوفكم على خير في حلقة جديدة بصحة وراحة، باي باي. Thank you.
نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.